من موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف العربية والمحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة لهذا الصباح. بداية هذه الجولة ستكون مع صحيفة الجمهورية والمنشات: مرحلة جديدة جنوبا وفي غزة، ولا وقف للنار قبل قمة الرياض. فقد قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة الجمهورية أن كل التطورات الميدانية والتحركات الدبلوماسية الجارية في مختلف الاتجاهات لا تدل إلى أنها ستبلور أي اتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة كما على الجبهة الجنوبية اللبنانية، أقله قبل انعقاد القمة العربية الطارئة والمقررة في الرياض في 11 من الجاري. وذلك لأن إسرائيل كانت ولا تزال ترفض قبول وقف إطلاق النار، مستفيدة من مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الحليفة لها، والداعية إلى هدنة أو هدن إنسانية فقط. هذا وترى أن موعد وقف النار لم يحن بعد، إضافة إلى أن إسرائيل أعطيت مهلة مفتوحة حتى تحقق أهدافها من الحرب على غزة، وهي سحق حركة حماس أو تقويضها، في حين أن طيرانها الحربي وقصفها الصاروخي يرتكب مجازر يومية في حق المدنيين الفلسطينيين، فيما اجتياحها البري لم يحقق أي تقدم ملموس بعد. وفي المعلومات أن الوفد اللبناني إلى هذه القمة سيكون برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعضوية وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، بالإضافة طبعا إلى وفد إداري استشاري ودبلوماسي، وأن أبو حبيب سيسبق ميقاتي إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب عشية موعد انعقاد القمة على مستوى الملوك والرؤساء. وعلى المكثفة والتي صادفتها الدوحة والمعلن عنها ومن غير المعلن، كشفت معلومات دبلوماسية وصلت إلى بيروت اطلعت عليها الجمهورية أن هناك صيغة سرية مطروحة على عدد من زوار العاصمة القطرية، وهي تكونت نتيجة مجموعة من الاتصالات والزيارات المكوكية لمجموعة من المفادين السريين من دول متعددة وعلى مستوى مواقع استخباراتية ودبلوماسية رفيعة المستوى. مع كل الأزمات المرتبطة بالحرب على غزة والجبهة المفتوحة على الجنوب اللبناني، أيضا هناك بعض الأزمات الداخلية القائمة والمرتبطة بالشغور في عدة مواقع في الدولة اللبنانية. الزميلة كلودات ساركيس في صحيفة النهار تحدثت عن الشغور بالأصالة والذي يتنامى في القضاء، والمركز الثاني هو مركز النائب العام التمييزي، ونتحدث هنا عن القاضي غسان عويدات. فأكثر من مقاربة يجري تداولها في أربقة قصر العدل لخلافة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع بلوغه السن القانونية في 21 شباط المقبل، والذي يشغل أيضا مركز نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى. تختلف أهمية هذا المركز والذي يملك سلطة طلب الملاحقة ومخابرته في القضايا الحساسة والخطيرة. من المقاربات المطروحة لانتداب خلف للقاضي عويدات هي من حكومة تصريف الأعمال، وذلك بموجب مرسوم يعين بموجبه نائب عام تمييزي بالأصالة. هنا يطرح اسم رئيس إحدى غرف محكمة التمييز وهو القاضي جمال الحجار، والذي كان مطروحا أيضا لتولي هذا المنصب بالأصالة. أيضا هناك مقاربة ثانية تهدف إلى إنابة القاضي الأعلى درجة من المحامين العامين التمييزيين في خلافة القاضي عويدات. وفي هذه الحال فإن المحامية العامة التمييزية بالإنابة وهي القاضية ندى دكروب، وهي ابنة شقيقة الرئيس نبيه بري. أما المقاربة الثالثة فتذهب إلى إنابة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، باعتبار أن النيابة العامة المالية قانونا تنشأ من النيابة العامة التمييزية. أما المقاربة الأخيرة فهي أن يكلف القاضي عويدات المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري. وجميع هذه المقاربات تستند إلى تفسيرات قانونية. من صحيفة النهار سوف ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية أيضا، والتي تناولت مسألة استعادة أموال المودعين. بشرى إلى المودعين استعادة 2 إلى 4 مليارات دولار. فهناك اقتراح بفرض ضرائب على المقترضين الذين حققوا أرباحا استثنائية في خلال أزمة الانهيار، مع تسليط الضوء على الحقائق التالية: أن مجموع الأرباح التي حققها المقترضون جراء إعادة القروض الدولارية بالليرة أو باللولار بلغت 15 مليار دولار، وأن القروض الشخصية والسكنية لا يشملها اقتراح الضرائب.
عملية تسديد القروض تمت في معظمها بشيكات مصرفية، ما يعني أن جزءا من الثروة انتقل من مودع إلى مقترض، بمعنى أن مودعا لديه في المصرف مليون دولار أصبحت وديعته تساوي فعليا 120,000 دولار، في حين أن مقترضا لمبلغ مليون دولار استطاع أن يعيد القرض بشيك ثمنه 120,000 دولار، وهكذا يكون قد ربح 880,000 دولار. إن هذا الاقتراح لا ينص على فرض ضريبة خاصة سيتم ابتكارها، بل يستند إلى ضريبة الدخل القائمة، كما أن الضريبة المستحقة على هؤلاء تتراوح بين 4 و25%. المطلوب تعديله في هذا القانون هو أن يتم تحويل هذه الضريبة إلى صندوق استعادة الودائع، أي أن كل هذه الأموال التي ستفرض على الذين استفادوا من القروض لن تذهب إلى خزينة الدولة، بل حصرا إلى هذا الصندوق. وهناك معلومات بأن المبالغ التي يمكن جمعها هي تبلغ بين 3 إلى 4 مليارات دولار. سوف ننتقل الآن إلى صحيفة نداء الوطن، والتي عنونت ميثاقية التمديد عند البطريرك من المعيب إسقاط قائد الجيش. فبعد غياب طويل نسبيا عن لبنان، عاد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ليتصدر المشهد الداخلي، وتحديدا من باب تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون. هذا وأتى الموقف الحاسم الذي أعلنه الراعي في عظات الأحد ليضع حدا لمحاولة قادها رئيس الوطن الحر النائب جبران باسيل وجاراه فيها رئيس سيار المردى سليمان فرنجي لتعطيل التمديد. وقد علمت نداء الوطن أن الراعي بعدما أعرب لضيفه عن احترامه لشخصه أثنى على الأداء في المؤسسة العسكرية. تفيد المعلومات بأن الراعي أكد أن موقع قيادة الجيش يخص الموارنة تحديدا، وأنه في غياب رئيس الجمهورية صارت بكركي هي المرجعية لتقرر في هذا الشأن. ويشير المتابعون إلى أن الأنظار ستتجه إلى رئيس مجلس نواب نبيه بري من أجل إقناع فرنجي كي يشارك ووزيراه في جلسة الحكومة للتمديد، بعدما صار واضحا أن التمديد منوط بمجلس الوزراء. ولفت هؤلاء إلى أن ما سيسهل مهمة بري هو أن موافقة فرنجي مع باسيل في رفض التمديد كان متسرعا ومجانيا، ولم تقابله تنازلات من باسيل لفرنجي رئاسيا. إضافة إلى ذلك، خلصت المصادر إلى القول أن ما يعطي التمديد أهمية إضافية هو أن قطر تربط مسألة المساعدات التي تقدمها حاليا للجيش اللبناني بوجود العماد جوزيف عون على رأس المؤسسة العسكرية. سوف ننتقل الآن إلى صحيفة أساس ميديا، وهو الموضوع الأخير الذي سنقف معه لهذا اليوم. باسيل في بكركي، قائد الجيش إلى منزله والراعي سيبقى في اليرزي. فتؤكد مصادر مطلعة أن باسيل قد يواجه أي قرار سياسي في اللحظة الأخيرة بالتمديد لقائد الجيش من خلال التنسيق مع وزير الدفاع، وذلك برفعه اقتراح بالأسماء لملء الشغور في المجلس العسكري وإجراء تعيينات في المواقع الشاغرة. اللافت في هذا الأمر أن الوسط الإعلامي لرئيس الحكومة جزم أمس ونقلا عن مصادر سياسية أن التريث الشيعي في إعطاء الموقف الرسمي من التمديد ما رده إلى جملة اعتبارات محلية وخارجية تدفعه إلى ذلك، لكن الأكيد أن الحزب سيذهب في نهاية المطاف إلى التمديد لقائد الجيش، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللقاء الديمقراطي. هذا وأشارت المصادر إلى وجود توجه مسيحي قوتي وكتائبي من أجل التمديد للعماد عون، وسيبقى جبران وحده خارج سرب هذا التمديد. للاطلاع على آخر المجريات في هذه الفترة وتحديدا بالنسبة إلى الحرب على غزة والجبهة اللبنانية، ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي إبراهيم بيرام. صباح الخير. صباح النور لك الله. أستاذ إبراهيم، يعني أنت اليوم كتبت في صحيفة النهار التصعيد جنوبا يتدرج بعد إطلالة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وتناولت هذه المسألة بدءا من نهار السبت أو مما بعد نهار الجمعة الساعة 3 بعد الظهر وصولا إلى اليوم وما حدث تحديدا نهار البارحة. اليوم هناك الكثير من المعطيات، هناك غواصة أمريكية وصلت لتنضم إلى عدة تدابير عسكرية يقوم بها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، هناك تطور على الجبهة الجنوبية إضافة إلى تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة بعد أن تم شطر غزة إلى نصفين. اليوم هل هناك مخاوف؟ يعني ما قبل حديث الأمين العام كان خوف من أن تتطور الأمور على هذه الجبهة، كان هناك أنه بعد الخطاب اعتبار بأن الأمور هادئة ولا تصعيد. اليوم عادت هذه المخاوف بشكل كبير جدا، كيف
كيف يمكن قراءة التدابير الأمريكية العسكرية في هذه المنطقة، وكيف يمكن قراءة ما يحدث على الجبهة الجنوبية تحديدا بالنسبة للبنان وللأيام القليلة المقبلة؟ بالتأكيد يعني ما نشهده على الحدود الجنوبية في تصعيد واضح تماما من جانب الحزب ومن يعني الجانب الإسرائيلي التعبير. الحزب يعني خلاف كل الصورة اللي كونها البعض يعني بعد إطلال السيد نصر الله على طول احتجاب، وكأنه الأمور ذاهبة إلى يعني نوع من التهدئة، ما يعني كتار حاولوا يكرسوا هالمعادلة. لا، في معادلة أخرى، إنه الرجل ذاهب إلى المواجهة لكن المضبوطة والدقيقة والمدروسة ضمن قواعد معروفة. حزب الله يستغل يعني الرغبة الأمريكية اللي فرضت على إسرائيل عدم توسيع الحرب مع حزب الله على الحدود الجنوبية، يعني الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة. فبالتالي هو يضغط يعني قدامه عرائيل كبيرة، في موانع قوية يعني لجهة أنه يحقق إصابات بالجانب الإسرائيلي. فهو الفترة الماضية يعني الشهر الماضي كرس كل جهده في سبيل أنه يعمل ثغرات يعني ترفع عديد القتلى بالجيش الإسرائيلي وعديد التدمير إلى آخره. الواضح يعني الإسرائيلي، الإعلام الإسرائيلي كان عم بيقول أنه صحيح حزب الله مقيد لكنه يمتلك زمام المبادرة في الشمال الإسرائيلي، وأنه نحن محبطين، نحن موقع الرد، بالمقابل حزب الله هو اللي عم يعني زمام المبادرة ضعه. يعني تستعملوا تعبير يد نصر الله هي العليا وليست يدنا. بارح يعني بالليل مثل ما تفضلت حضرتك انه صار في شغلة جديدة اللي هي يعني ضحايا الأربعة اللي سقطوا، الأطفال ثلاثة وستهم، واليوم حتى في معلومات انه امهم كمان يمكن تكون توفى. هذا الامر تم نفيه منذ قليل من قبل المستشفى. يعني في كلام وضع صعب، هذا المقصود بالموضوع. نعم. بكل الحالات يعني في نوع جديد دخل، كما دخل حزب الله اسلحه جديده، يعني تطور المواجهه من يعني المسيرات الى صاروخ البركان. بالامس يعني للمره الاولى يستخدم الجراد، يعني اول مره يطلق حزب الله منذ بدايه طوفان الاقصى الجراد، وهذا يعني يعود إلى عام 2006، وهذا تفلت من القواعد الاشتباك اللي بنعرفها ومعادلة جديدة فرضها امبارح. هل يقبل الإسرائيلي بأنه مدني مقابل مدني أو تدمير ضيعة مقابل تدمير ضيعة؟ بدنا نشوف خلال الساعات القليلة المقبلة. لكن الأكيد ربطا بما سألتي عن مسألة الحراك الأمريكي، في ثلاث شغلات مربوطة ببعض البعض: ما يجري في الدوحة، الاتصالات والعروض المكثفة والحديث المتجدد عن إدارة بديلة لغزة، لحماس بغزة، شروط وشروط مضادة، يعني حمية القصة على مستوى يعني المبادرات والوسطات والعروض التهدئة. يعني هذا عادة يتم تحت صفيح أو على فوق صفيح ساخن، الدبلوماسية الساخنة. لذلك نحن نخشى من تطور الوضع في غزة كما قلت، ومن تطور الوضع أيضا في الجنوب اللبناني. يعني مش راح تمر القصص، يعني عملية إنضاج التسوية إذا صحت هذه القصة بدها تتم بمزيد من التدمير، مزيد من القتل، خصوصا من الجانب الإسرائيلي اللي بنعرف أنه هو مجروح. الأمريكي حقيقة إذا بدك نحن محتارين كمراقبين، يعني هل فعلا أمريكا بالعام 2006 نحن بنعرف حرب 33 يوم كانت 20 يوم للإسرائيلية و13 يوم الأمريكان داروا المعركة. الآن كمان في سؤال، هل فعلا الأمريكان اختلفوا هني والإسرائيلية؟ لأنه عمين حكى الأمريكان أنه طبوا الساعة الرملية، أنه العد العكسي بلش. بالمقابل أنه لا، شايفين بعد الإدارة الإسرائيلية مطلقة اليد يعني تعيث فسادا وضربا وتدميرا في غزة كما تعلمين. فنحن لحد الآن يعني مش عارفين بالضبط إذا أمريكا تريد يعني خلصت الوقت عند الإسرائيلي، هذا الوقت مش مفتوح، أم أنه لا بدأ تصعد وما زالت تصعد في محاولة يعني تحقيق كسب معين لإسرائيل تستطيع من خلاله يعني إعادة هيبة لإلها وإعادة يعني منع تآكل الردع الإسرائيلي
النظرية المعروفة. أستاذ إبراهيم، يعني هون سؤال بهذا الإطار، اليوم عم تحكي حضرتك أنه اليوم صح يروج في الإعلام بأن أمريكا لم تعد تحمل كل هذه الضغوط، إضافة أيضا إلى ضغوط الشارع بدءا من الولايات المتحدة وصولا إلى الدول الأوروبية في هذا الإطار، ولكن اليوم فيما يتعلق بالمسعى الدبلوماسي سواء من قطر وصولا إلى الرياض في 11 من الجاري، هل يمكن لهذه الدول أن تضغط بأي من الاتجاهات للوصول إلى وقف لإطلاق النار، أم أن القرار حصرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي؟ لا لا، واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بزيارته جولته الثلاثة لبلينكن وزير الخارجية يعني تمنوا عليه ترجوا العرب العواصم العربية اللي صارت أنه على الأقل أمان وقف إطلاق نار إنساني، هدنة إنسانية، يعني ما قدروا، يعني ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية بالشكل يعني مصممة على تحقيق بين هلالين، يعني نصر معين أو إنجاز معين للإسرائيلي لكي يتوازن ويستعيد يعني هيبته. الواضح تماما أنه القصة بيد الأمريكان، هذه العبقرية السادات، 99% من أوراق اللعبة بيد الأمريكان. لكن نحن سؤالنا أو مش عارفين نجاوب عليه أنه هل قد نحن بنعرف أنه بلانك يعني إدارة بايدن ما بتحبها لإدارة نتنياهو من زمان يعني المشكلة، بس لكن يعني السؤال اللي انطرح بعد 27 أنه بمن ستضحي الإدارة الأمريكية، بنتنياهو أم بالإسرائيل نفسها؟ نعم. الواضح بدها تحافظ على اثنين، يعني هالحشد اللي حكيتي عنه للبوارج، لناقلات، لحاملات الطائرات، لحتى الصواريخ، حتى الغواصات النووية بلشوا يحكوا فيها. صح. مش عن عبث، لا، إلى هدف معين. نحن اللي عم نخاف منه أنه هالتصعيد هذا يوصل لعنا على حدود، وبلش يعني ما فينا نقول أنه لا، قصة بعدها مقيدة بالمعادلة اللي بلشت بنهار 8 الشهر الماضي. فلذلك احتمال أنه أمريكا تعطي مزيد من الوقت لإسرائيل لكي تحقق أمرا ما قائم حقيقة ونخشى منه. نعم، الصحفي إبراهيم بيرم، شكرا لك على هذه المداخلة. مشاهدين، مع هذه المقابلة نأتي إلى ختام الجولة على أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية الصادرة لهذا الصباح. فاصل صغير ونبقى مع برنامج الحدث.